تعرب وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد للمحاولة الانقلابية الفاشلة في جمهورية السودان الشقيقة باعتبارها عملا مرفوضا يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفوضى وتهديد مصالح الشعب السوداني الشقيق وتؤكد وزاره الخارجيه وقوف مملكه البحرين ودعمها التام لجمهوريه السودان وشعبها الشقيق ومساندتها لكافه الخطوات والاجراءات والسياسات المتخذه التي من شانها الحفاظ على سياده السودان والحفاظ على امنه واستقراره تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في السلام والنماء والازدهار